اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا عزيز يا عظيم أن تجعل للطفل ريان الفرج من عندك في أتم نعمة وأعظم عافية. اللهم أخرجه لأهله سالما معافى يا رب العالمين. اللهم يا من شفيت أيوب ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت ويا من نجيت موسى من كيد فرعون ويا من أخرجت يوسف من غيابة الجب برحمتك وقدرتك نسألك يا ربي أن تنجي وتخرج ابننا ريان من غيابة الجب. اللهم إنا نسألك أن تجعل للطفل ريان فرجا من عندك ومخرجا. اللهم أخرجه من حوله وقوتك إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أخرجوا من ظلمة هذا البئر، اللهم رده إلى أمه سالما معافى يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعانا عاجلا غير آجلا برحمتك وفضلك وكرمك يا رب العالمين.